عندي لك ثلاثه المواصفات، وحده فقط اللي غادي نقدر نعطيها لك وغنعطيها لك بسخاء. جمال كبير، علم كبير، ولا مال كثير؟ اختاري وحده فيهم. بسخاء زعما بالصح فيا؟ لا انا غادي نعطيها لك، يعني تولي عندي، تولي عندك مال، وتولي كتير. عندك يعني مال كثير، مال كثير فلوس بزاف. اه علاش لا؟ ونقولك الصراحه اي واحد غتبروبوزي عليه الثلاثه، جمال كثير ما عندي ما ندير به، حيتاش الجمال فاني والانسان ما خصوش يتعلق بالمظاهر، حيتاش تقدر ربي كيف ما عطاك واحد النسبه من الجمال يحيدها لك بين ليله وضحى. الله يحفظ درتي اكسيدون، الله يحفظ مرضتي. حنا نشوفي غير فاش كتمرضي كيضربك البرد، وجهك كيدبال، الشعر كيبدا يطيح. معمر الانسان ما يتعلق بالجمال. هادي تنقولها للبنات بزاف، وحتى البنات اللي تيتغروا بالجمال ديالهم، الجمال راه ما تيدومش. شنو كاع لي زانجيكسيون بوتوكس فيلر وداكشي، داكشي راه مع الوقت صافي الجسم ما كيبقاش يتجاوب. كاين بزاف ديال الحالات اللي الوجه ما كيبقاش يتفاعل مع كنشوفوهم وعطى نتيجه عكسيه. بالعكس نتيجه عكسيه، كنا كنقلبوا على الجمال ولينا كنطيحوا في البشاعه. اذا لا ما بغيتيش الجمال وما بغيتي العلم يعني الكبير والثقافه الغزيره. حتى هي الثقافه ديما زوينه، هذه ما نقولش عليها لا. كاين الفلوس حسن. لا الثقافه زوينه، ولكن الثقافه ما بغيتش ناخذها في دقه. حيت قلتي لي نعطيك بسخاء. بسخاء. لا ما بغيتيش ناخذها في دقه، ما نعمرش راسي بزاف المعلومات في دقه، حيت غندوخ وغنولي نفكر اكثر من الناس. واصلا انا دابا عندي مشكل حيت كنفكر اكثر من الناس. بعد مرات كنلقى راسي كنستبق الاحداث، وهادو انا اللي كنمرض. دونك العلم الكثير غادي غير يزيد مرضني. ناخذ بشويه بشويه، كل محطه في الحياه ناخذ منها واحد النسبه ديال العلم ونتعلم. فاذا بينا كنطيحوا في المال الكثير اللي ما غاديش يديرونجينا. مال كثير ونعاونوا به الناس. والله الا انا ديما تنقولها، وحق الله البارحه انا وماما جايه في الطوموبيل وانا نقولها لها، تنقولها حتى هي مسكينه قالت لي، قالت لي زعما فريمون ما كرهتش يكون عندي ويكون عندي ويكون عندي غير باش نلقى باش نعاون الناس. والله ما نكذب عليك، باش نلقى باش حس بزاف د الحوايج كتبغي ديريهم على قبل الناس وما كتلقايش عندك الامكانيه. باغا ديري بزاف، باغا ديري بزاف. وزعما كنقولها للناس اللي ميسورين الحال ويعاونوا الناس الاخرين حيت الناس محتاجه فعلا. والله